استعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مستجدات صناعه السياحه وعددا من المشروعات خلال اجتماع وزاري وخلال الاجتماع تم عرض ابرز توقعات الحركه السياحيه خلال عام 2023 وبعض المؤشرات السياحيه في ضوء الحركه الوافده خلال الاشهر الثلاثه الاولى من العام الحالي التي شهدت نموا بنسبه 43% مقارنه بذات الفتره في عام 2022 كما ان توقع توقعات الحركه السياحيه خلال عام 2023 تشير الى توافد 15 مليون سائح، وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا مهما في صناعه السياحه المصريه، وفي الوقت نفسه تناول الاجتماع مستجدات قطاع السياحه فيما يتعلق بمثلث نجاح الاستراتيجيه الوطنيه للسياحه الهادفه الى 30 مليون سائح في عام 2028، والمتمثل في الطيران والتجربه السياحيه وتحسين مناخ الاستثمار و ومضاعفه الطاقه ثلاثه امثال في الفنادق والانشطه الترفيهيه